كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم الفيديو عن اصبر عن شو الفيديو؟ اليوم الفيديو عن تيك توكات غريبة، لكن تحديدا تيك توك المصري. تيك توك المصري في شغلات كتير غريبة. هو كل التيك توك في شغلات غريبة يعني، بس لقيت شغلات غريبة كتير بالتيك توك المصري اليوم، حبيت هيك استعرضها. اوكي فيا ليتس جو. اوكي فاول اشي وطأت عليه اللي هو اوكي. فاول شيء اكتشفته كان تيك توكر اسمها ام مريم. هيها ام مريم، البوي تبعها 3 غمزات ام مريم، انا يعني بمسي على اي حد جدع بس بمس اشي هيك اوكي، بس يعني بوي حلوه كثير. اوكي خلينا نشوف فيديوهاتها الرائعه. خلي من جوايا ومحدش حاسس فيه. شفتوا اللي عم بشوفه حاليا؟ هي عم تعمل تيك توك ليب سينكينج لما يكون اغنيه شغاله وهيك، وبنتها قاعده بتنتحر ورا. اوكي بنتك طيب، بنتها الثانيه باين عليها مش طايقه حالها بالمره. غدر بيا من داري. انه هيك كانت قاعده مع بناتها على البلكونه. قلت لهم اسمعوا شوي هيك، اسمعوا استنوا شوي بس دقيقه اخلص هاي التيك توكيه ونكمل نصير ام وبنات. مان بنتك عم تنتحر. لا ولك امسكيها. البنت قاعده بتطبق اختها. لا نو اوكي لا، ليش بناتك بالتيك توك تبعك؟ اوكي ليش تحطيهم اصلا؟ مش يا مان يا حنشوف شغلات حلوه اليوم. اوكي قبل ما تكملوا الفيديو بس متذكرين زمان كنت اعمل جيمنج على القناه هيك فيديوهات العاب رعب وقصص هيك، كانت جو هيك كثير منكم عم بحكي لي كمل هيك شغلات. اوكي فقررت اعمل قناه جيمنج العب عليها، فلو بتتابع جيمنج لو بتحب الجيمنج فقط لو بتحب الجيمنج هاي القناه تابعها، حط لك الرابط بالديسكربشن. اوكي ان شاء الله قريبا حبلش انزل عليها. اوكي يلا هون لقيت شيء كثير حلو. اوكي اللي هو هذا انت شايفين كيف هي واقفه جنبه بس هيك، انه بتعرف هيك لما يكون حدا انه صاحبك قاعد بصورك هيك اوكي بمول ولا شيء والناس قاعده تطلع عليك وانت بتتصور، فانت هيك بضلك هيك حرفيا هيك طلع. يا مان يا غالي انظري حياتي في بعدك تمت مش حياه. لا انت هيك دعمت الفن، انت عملت له هيك خلص دعمتيه. انا مش فاهم يعني لقيت واحد بغني فوقفت جنبه وخلته يغني ونزلتها يعني ولا يا الله. أولي وارشان النصيب المشكلة هو كثير فايت هيك بتعرف كيف هيك عم بطلع مشاعره بالغنى. اوكي وهي واقفة جنبه زي كأنه ما عم بيعمل ليش هيك بتعمل؟ فكأنه الفيديو هذا ظبط راح تعملت كمان فيديو زيه، مسكت كمان نفس المغني يعني. هلا والله فنزت. كمان شغله كل تيك توكاتها لازم تبلشها هلا والله فنزاتي. هلا والله فنزات. ما بعرف ليش حبيت احكي لكم هاي الشغله بس لازم تعرفوها. اوكي لازم شوف هلا والله فنزات. هلا والله فنزاتي كيفكم؟ والله هيك كل يوم بدي ابلش كل فيديوهاتي هيك اصير. خلينا نشوف صحابي فكر اني مدرمان كرتينا فضيت تنكسر فيه. مبين عليها مستحية انها بتصور ليش؟ يا الله هو صوته حلو، هو موهوب. اوكي هو موهوب ماشي، انت انا بقدر هاي المواهب. اوكي الغناء يعني انا هدفي بالحياه اصير مغني زيه ماشي، بعمل لكم حلقه غناء بتسمعوا صوتي الحلو. لو ما سمعتوا صوتي قبل تابعوني على الانستغرام، صوتي كثير حلو جد. اوكي انا اللي قاهرني انه هي بتكون واقفه جنبه هيك بتطلع حواليها انه متاكد انه ما حد بيطلع عليها، بعدين بتعطيها حركتين هيك بايدها وخلاص. شفتوا وجهه لما هي صارت تغني؟ انقهر. اوكي هو انقهر. ليش خربت عليه؟ ليش كان 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 فايت بالجو. المهم نكمل بمحتواها الرائع. والله العظيم انا بحب مريم قوي، ممكن تطلعي معاكي في فيديو تقولي على مصيبه عملته وانت نايمين. اوكي ليك دي ما بتعملش حاجه خالص، دي البنت عم تترجاها تسيبها. شايفين وجه البنت انتوا؟ كنت ركزوا على وجه البنت بس. اوكي ركزوا على وجه البنت. ملبساها ومظبطاها وكنا خارجين. البنت ليش عم بتعذب البنت طيب؟ ليش؟
نسمع السالفة، نكمل السالفة، نكمل السالفة. طيب خلاص نسمع السالفة من أول، خلينا نسمع السالفة. حتى طبق فيه شوية مية، فأنا بزبط نفسي دخلت لقيتها قاعدة لي في الطبق بهدومها وقاعدة بتبلبط. صح يا روما؟ صح ولا لا روما؟ جاوبة صح ولا لا؟ صح يا روما؟ غريب غريب بنتك اللي ما 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 بتحكي صغيرة عشانها ما بترد عليك. ايه؟ قاعدة فين؟ بعمل فيديو. هي بنتها تانية حكت لها بتعمل ايه؟ حكت لها بعمل فيديو. بتعمل فيديو. بعمل فيديو. اسمع هلا عني اوكي عم بعمل فيديو هلا ماشي. واحد ليش يكون عنده وقت لاولاده؟ سودا وتشغيل الدماغ مغا. ماد البنت عبارة عن اكسسوار اوكي؟ يلا بدي صور تيك توك انا بعمل ليب سينكينج لاغنية، خليني احمل بنتي معي وانا برقص. ليش ليش البنت تتعذب هيك؟ ليش؟ ليش؟ صغير البنت حتكبر وحتشوف تيك توكات امها، حتشوف هيك تشوف حالها بتنتحر هون. وخلي من جوايا حتشوف حالها بتنتحر، يا يا يا. ننتقل لتيك توكية أخرى، شخص آخر، أوكي؟ عنا هون شخص جديد. لكل المفروسين مني، لكل المضغطين، أهو قهوة أهي والرمالة أهي. هي عم بتوجه كلام للكارهين تبعونها، أوكي؟ بيني أهو. أوكي. الحمام أهو. طيب. والرمالة أهي والقهوة أهي. أوكي عم تعمل قهوة. الرمالة في الحمام. شفت الحركة؟ هيل هيل، عرفتوا حركة الإيد هاي؟ هاي حركة الردح، أوكي خلص. لما بنت تعمل لك هيك خلص اوكي اللي حتحكيه حيدمرك. قاعد بتعمل لك قهوه بالحمام برو اوكي. لما طلعتنيش ترند واكسبلور وجات رهان ساعدني صورني انا هضيفك على السوشيال ميديا. ايش؟ هضيفك على السوشيال ميديا. عم بتوجه حكي لمتابعينها؟ هي حكت لما طلعوني ترند واكسبلور هضيفك على السوشيال ميديا. وين؟ على السوشيال ميديا. شو دخل القهوه بالحمام؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم اشي. القهوه اهي والرمله اهي في الحمام في الكابينيه. وين؟ في الكابينيه. اوكي البنت البنت قويه قويه البنت، بس انا مش فاهم شو اللي عم تحاول توصله. ليش في شبشب حمام بوجهي؟ في الكابينيه. هل كان لازم يكون شبشب الحمام بوجهي؟ النوع من التهديد. الفيديو الفيديوهات كله تهديد يعني، والشبشب وجود الشبشبات تهديد. طلعوني اكسبلور بلا ما اطلع عين ابوك، انا بقالي 470,000 بقالي 6 سنه. طلعوها اكسبلور. صح صح صح، شغله انتبهتها بالتيك توك. ليش ميتين يطلعوا فاهمين الاكسبلور غلط اوكي؟ هلا ايش الاكسبلور بالتيك توك؟ هذا اللي ايش اللي بتفتح اول ما تفتح التيك توك بيطلع لك ناس هيك، هذا اكسبلور اوكي؟ الاكسبلور ما دخلوا بالناس ماشي؟ الناس ما بيقدروا يطلعوك اكسبلور. الالجوريثم تاع التيك توك الخوارزميه تبعته بتطلعك هي لحالها يعني، هي بتشوف الفيديو عليه تفاعل اول ما نزل عليه شيرات كثير بتحكي يلا ليتس جو اكسبلور اوكي؟ حسب الناس قديش بتحضر من الفيديو لو بتعيده ولا اوكي. الناس ما دخلها، ليش قاعده بتهدد الناس؟ النهارده اطلع مليون في الكابينيه، انا في الكابينيه. يلا يا ابني كفايه لهم كده. اليوم بدها تطلع اكسبلور اوكي، اليوم اليوم وهي بالكابينيه حتطلع اكسبلور ماشي اوكي. بعدين كمان لقيت عيله ثانيه. هلا انا شوي صغيره عندي عقده من الامهات اللي على التيك توك. هلا بتفهم، هلا بتشوفها اوكي. بص يا جدعان يعني بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، ينفع ان امها بتعمله في البيت ده؟ بص البيت بتعمل ايه في نفسها؟ يا الله، معقول بيبي صغيره بتوسخ حالها بالبوظه؟ اوه ماي جاد يا الله. ولا لا لا، صور بنتك وهي بتاكل عشان تطلع اكسبلور. يا صح مان، صح صح اللي بتعمله انت صح. انا شو عم بحضر؟ تت 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 طبعا يا جماعه احنا من قلب مدينه نصر طبعا، هو بتشرب ميه وهنروح. احنا كان لازم نعرف انهم بقلب مدينة النصرة وهي قاعدة تشرب مي، كان هذا اشي ضروري كتير كلنا نعرفه. انا بس حبيت اخليكم تعرف كمان انتم انه كانوا مدينة النصرة و هجورة اسمها صح؟ اللي هو تشرب مي كانت. دقيقة 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 اوف. هلا في 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 كمان تيك توكر، بس هاد قوي اوكي، كل تيك توكاته فوق المليون الزلمة، وكتير محتواه قوي. ماشي لازم تشوفوه، لازم ممكن تدخل حسابي. هلا لو ما بتعرف هاي مش الاغنيه الاصليه اوكي، هذيك ممكن تدخل قلبي ممكن تدخل حسابي، ف حداقه هون. اول متابع انت. اوكي فخلينا نورجيكم محتوى، ليتس جو. بتعرف كيف محتوى الملحه
اللي بيقولنا هيك بحكي شغلات دمار وهيك وبعطيك هيك بتعرف كيف هيك جملة مدمرة كتير بعدين بشغلك أغاني وهيك. هو بيعمل نفس المحتوى بس عليه تطوير شوي. اوكي شوفه هلا كمان انت وبتحضر حاول تفهم القصة اللي عم بتصير. اوكي كثير مهم معظم منطقية حتكون يعني بس حاول تتزوج اليوم قال الجميع انت وذاك لم يكن انا اللعنة الا حد فهم اشي المفروض يكون عميق هذا. اصبر اصبر فاهم هو كان انه عرسه بعدين هو لقى حاله كل حدا حكى له هذا عرسك بس هو مش هو فهمته العمق هون العمق كتير دمار شغله بعدين حكت له امه يجب ان تنام اشي هيك الا امي قالت لا احد بني اذهب الى النوم يا امه حكت له انه لازم تنام اشي هيك بعدين هيك طلع هذا الاشي ايش عم بعمل هذا؟ فمبدئيا الفيديوهات تبعته بتتصف انه دايما عيونه بتصير بيضة بدون اي سبب بس هيك ممكن انت ما تفهمها عشان كثير اشي عميق الواحد تصير عيونه بيضة بس آه الله لما تحاول تكون عميق بس ما تزبط معك هيك بصير هيك ما 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 تكون عميق اذا انت مش انسان عميق اوكي؟ هاي نصيحتي قلبي وجن جنوني يوم زفافي انا لون الخد كاستر كله يشد بلاستر لي انا لوحدي ايوه لازم تتدلع يعني انت كنت ترقص على التيك توك اللي هو نحكي مش عمل رجولي كتير يعني بس اوكي يعني اوكي ماشي عادي تقبل الموضوع لما حطيت بنت بترقص بعدك يا الله بديش اهينه الفيديو اليوم زي احلام نومة العصر. اوكي يا اخوان هذا كان الفيديو تبعنا عن اشياء غريبة على التيك توك. اذا عجبك اعمل لايك. خلينا نصير تيك توكرز. يلا باي.